السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من دروس سلسلة قواعد اللغة الإنجليزية. درسنا اليوم عن الـ Present Continuous، المضارع المستمر. في البداية راح نبدأ مع شكل الفعل، بتكون من Subject الفاعل زائد Am أو Is أو Are زائد الفعل مضاف إله ING. هذا هو شكل الـ Present Continuous. نعطي أمثلة. أول مثال: I am playing، أنا ألعب. He is playing، هو يلعب. They are playing، هم يلعبون. بنلاحظ أنه الـ am إجت مع الفاعل I، والـ is تأتي مع الفاعل المفرد، يعني مثل he، she، هي، it، ضمير غير العاقل. أسماء المفردة مثل علي، أحمد. الـ are تأتي مع الفاعل الجمع، على سبيل المثال they، we، نحن. والأسماء المجموعة مثلا علي and أحمد are playing. بدي أعطي قاعدة عامة بالنسبة للأفعال اللي فيها continuous. جميع الأفعال اللي راح تتقدم بعدين وبتحكي عن الكونتينيوس لازم يكون فيها شيء مشترك جميعا، اللي هي فعل الـ be زائد الفعل لازم يكون معه ing. هذول الشغلتين راح نشوفهم فيما بعد انهم مشتركات بكل أفعال الكونتينيوس. منعيدهم: فعل be زائد الفيرب ing. على سبيل المثال لما نيجي على present continuous بنشوف انه فعل الـ be في الـ present هو am أو is أو are، وكمان الفعل الرئيسي معه ing. ننتقل لاستخدامات الفعل المضارع المستمر present continuous. أول استخدام بيحكي عن فعل مستمر لفترة محدودة. شو يعني فترة محدودة؟ يعني ليس استمرار دائم. هاي الفترة يعني بدأت في الماضي من فترة وجيزة، وهي حاليا مستمرة في لحظة الكلام، وسوف تنتهي بعد فترة في المستقبل. على سبيل المثال We are learning English in this moment، نحن نتعلم اللغة الإنجليزية في هاي اللحظة. يعني في لحظة ما أنا بحكي هاي الجملة إحنا فعلا حاليا نتعلم اللغة الإنجليزية. الحالة الثانية، على سبيل المثال واحد بيسأل What are you doing these days؟ شو بتعمل هاي الأيام؟ الثاني بيجاوب I am learning English، أنا أتعلم اللغة الإنجليزية، مع أنه في لحظة جوابه عن السؤال هو ما بيتعلم. يمكن التقوا في مكان معين، في الشارع، في المكتبة، في الشغل، لكن هو ما بيتعلم في نفس لحظة ما حكى الجملة. مع ذلك هو في الزمن هذا الحاضر عم بيتعلم اللغة الإنجليزية. لذلك استخدمنا الـ Present Continuous، لأنه تعلمه للغة الإنجليزية بدأ قبل فترة، وحاليا هو شغال في التعلم ورح ينتهي التعلم بعد فترة. الاستخدام الثاني للإشارة إلى المستقبل، ورح نحكي عنه إن شاء الله في الـ Future Simple، الزمن المستقبل البسيط. رح ننتقل حاليا للتمثيل على خط الزمن، وهو مثل ما حكينا موضوع مهم جدا، رح نشوف أهميته إن شاء الله في التنسيز القادمات. حكينا عن الـ Present Continuous إنه هو فعل مستمر في لحظة الكلام، لكن استمراره لفترة محدودة، يعني بدأ قبل فترة وهو حاليا مستمر وسينتهي بعد فترة. يعني بدنا نفهم إنه ليس دائم، ليس استمرار طويل الأمد. لذلك راح نشوف مكانه على خط الزمن إنه حول الناو تقريبا، حول لحظة الحاضر الناو. وهيك بنصل لنهاية درس الـ Present Continuous. بتمنى أنه الدرس يكون نال إعجابكم. في حال وجود أي استفسار ما تترددوا توصلوني على صفحتي على الفيسبوك أو من خلال صفحتي على اليوتيوب، وما تنسوا مشاركة الفيديو حتى يوصل لأكبر عدد ويستفيد منه أكبر عدد ممكن.